السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر في الآونة الأخيرة ما يسمى بال هانكي بانكي بيبول، هانكي بانكي يونج بويز اند جيرلز، اوكي؟ فأفكار الشباب في هذه الأيام صارت أفكار ضحلة ليست عميقة، بدليل أن الفتيات ينظرن للشباب بطريقة سطحية التي يعلوها المال المادة والعكس كذلك. فلم يعد هنالك الدين الذي بعث محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة والتسليم من اجله ولكي يتمم مكارم اخلاق البشر. الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم اخلاق البشر، ليتمم مكارم الاخلاق. واختيار التوافق الزوجي هذا شيء مهم، اوكي، لا اشكال فيه. فالفتى لا تختار الا شابا ليس المادة كل شيء، لكن الشخص الذي يتقي الله ولديه قرب أو اقتراب من الله سبحانه وتعالى، ويهتم بصحته ويهتم بمجتمعه، لديه تعليم، لديه قدرة على إدارة شؤون نفسه وشؤون بيته. شخص عنده القدرة على أن يفتح بيتا ويدير شؤون هذا البيت. أما التركيز على الثروة من قبل الطرفين هذا يقتل بناء الأسرة في المجتمع ويدمر الرؤية التي تصنع جيلا سويا، لأن الذين ينظرون للماديات في الحياة ذكورا وإناثا، وبالذات الإناث، هم من أصحاب shallow thinking، تفكير الضحل. فاحذروا من هذا التفكير الذي لا يقودكم سوى إلى كوارث ومآسي. فكثير من الفتيات ارتبطنا بشخصيات تمتلك المال وفي الآخر تزوج الثاني والثالث والرابع ولم يعدل، وتاهوا في خطى أو في الطريقة التي رسمت من أجل المادة ولكن من أجل شيء آخر يتميز الإنسان. سلام، peace.